السلام عليكم أصدقاء، الله يسعد لي أوقاتكم. اليوم معنا فيديو تعليم لأغنية تريد تروح وتنسانا للفنان سعد جابر. أعطونا لايك ويلا نبدأ. أهلا فيكم أصدقائي. إذا أغنية تريد تروح وتنسانا أغنية كتير حلوة جميلة، قديمة ولكن كتير حلوة. الشباب القدام يلي من جيلنا يعني بيعرفوها، ولكن الجداد ممكن ما حدا يعرفها منهم قليل يعني، ولكن كتير حلوة الأغنية وجميلة. بداية الأغنية على مقام الكرد، ما فيها شي تاني، إيقاع بيجي لف أو ملفوف، السرعة رح تتراوح بمنتصف التسعينات ل يعني لحدود 100 تقريبا بتكون مقبولة، ما بدنا إياها تكون أسرع من هيك. إذا خلونا نبدأ نعمل السولو على السريع، بنشرح عنه وبنرجع على المغنى وبنشرح عنه السرعة. إذا بذكركم 95 حاخدها أنا كورد من علامة الري أو الدوكا. نبدأ فيها إذا بالسولو. هذا هو ومسلم الغناء، نشرع عليه على مهلنا هلا. غير الصوت بالنسبة للشرح، ناخذ مثلا هذا. الأخراني تمام، وعندنا نتفي اللي بدنا نسلم فيه قبل نعمل قبل المطرب. نعيد على مهلنا. هاي الصولو وبيفوت المطرب هون. نغير بتحسوا في شوية ريع الصبا زمزم بداية الغناء تمام. ناخذ الغناء سريع وبنرجع نشرح عنه على مهلنا. هذا الغناء، باقي المقاطع رح يكون نفس الشيء تقريبا. اوكي شباب، في ناس بيخربطوا بينه وبين اغاني بيشبهوها. اذا ناخذ نشتغل على مهلنا بالغناء. هاي اعتبروها تعباي، خذها لهون. Thank you.
نعيد. تمام شباب، هاي هي، ما في أكثر من هيك الأغنية، فقط هاي هي الحركات المطلوبة. ناخذها نطلع تدريجيا، ناخذها من الصول انا دائما بنسى اعطيكم السلالم تبع المقامات، على عكس الحال بالنسبه للتشريق ما فيها ابدا، ما بيأثر هون. نبدا فيها اذا من على نبدا بالصولو على مهلنا، نعيدو. هاي الثاني طبعا، نعيدها عفوا. نجي للغناء، هاي من على الصول، ناخذها من على عدو على الماشي سريع. ناخذها علا، نبدأ بالسولو، عيد. تاني نعيد، المغنى Thank you.
هاي هي شباب، أتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعطونا لايك. كان معكم خالد جنيد، تحياتي لكم وإلى اللقاء.